شو سر الخلاف بينك وبين نور الشريف؟ يعني انتوا عملتوا 3 أفلام وبعدين اختلفتوا، ليش؟ لا ما فيش خلاف خالص، يعني احنا عملنا فيلمين مع بعض مش 3 فيلمين. الاولين ضربة شمس من الرغبة. لا عملت له فيلم ثالث حنتكلم عليه بعدين. نعم اللي هو سواق الاوتوبيس. قصتك حنتكلم عليه. نعم لا نور يعني انا بعتبر دوره في سواق الاوتوبيس احسن ادواره بالنسبة لي انا. نعم ما جاش الموضوع اللي نقدر، احنا كنا نفسنا نعمل فيلم نسميه شمس الخريف، اللي هي شخصية شمس من ضربة شمس لما عجز بقى شوية. نعم. وده مشروع انا بيني وبينه من زمان بس لسه ما جاتلناش فرصة ان انا نحققه، انما مش اي خلاف بيني وبينه مش شيء خالص. اكيد لا خالص، عشان هيك يعني. لا 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 خالص. لا احنا اختلفنا مع بعض في شيء بسيط يعني، وفي اول فيلم وبعد كده اشتغلنا مع بعض. هو محمد الفترة اللي عاشها في انجلترا بقى سلوكه خواجة شوية، ده ما بيجيتش صدى بالنسبة لينا في عالمنا العربي يعني. يعني أنا أتحت لك الفرصة بفلوسي وبإنتاجي وعملت أحسن دعاية، وبالصدفة في نفس المكان ده هنا كان على الزاوية في أفيش، نعم، زيت مش مطبوع اتنسى يتحط اسمه، فلقيته بعت لي برقية تهديد. أنا جننت بصراحة، يا محمد ارفع تليفون يا أخي قول لي هقول لك سوء نية نتخاني ارفع قضية ساعتها، لكن أنا مش معقولة هلف على كل الأفيشات وأقول للراجل اللي بيرسم في الورشة بإيده أنت نسيت اسم محمد خالد، نسيت. فخلقت بيني وبينه حساسية بسيطة أيامها. ورغم كده أنا طلبته في تاني فيلم لي في عند الموزع كان صديقي الله يرحمه عبد الرزاق الجعوني، عملت له الفيلم التاني اللي هو الرغبة. فأنا بحمل كل الحب والود لمحمد، وما اشتغلناش لان مع بعض، لان هو بقى يعني حابب يعمل نوعيه ما فيهاش ادوار تصلح لي باستثناء يمكن فيلم واحد، وانا ما ازعجنيش الحقيقه. لان احب ان المخرج يكون بيشتغل مع فريق عمل هو مرتاح له وبيتفاهم معاه، واعتقد انه عمل لاحمد زكي ادوار جميله منها زوجة رجل مهم كان دور ساحر لاحمد زكي. وأحب أشتغل مع محمد خان تاني بس يكون في فيلم فيه دور. نعم. بمعنى أن أحيانا محمد خان بيختار الموضوع مش معتمد على الممثل.